وسهلا بالفنانه جانين داهر. هلا في عندي سؤال شوي حشري، ليش هيك على على وصلي؟ هيدي طولت لي اهلا وسهلا يعني. دغري فايتي على السؤال. جانين داغر، ليش مش جانين حنا وليش مش جانين بحنون؟ نو بحسون. بحسون عائلة زوجي كمان. عائلة زوجك وحنا عائلتك. مزبوط. داغر عائلتي كمان، عائلة امي. ايه بس نحن هون بالشرق يعني ناخذ اسم الزوج. مزبوط. بس اول شيء كان اختيار داغر، انا والدتي كانت على طول بتحلم انه تاخذ كمان طريقه بالفن، عندها صوت كثير حلو وكانت بتحب تكون كمان بالمجال الفني، فيمكن انا اليوم عم بعيش هذا الحلم اللي هي كان بدها اياه، بس اهلها ما كانوا قابلين انه هي تكون فيه، فحبيت انه اختار اسمها فور لايك تريبيوت لها، يعني حسيت انه جاز تقريبا، غير انه الاسم كمان جانين داخر هو شوي فيه اكثر نغمه فنيه عن جانين حنا للشرق الاوسط يعني. جانين كمان يعني حضرتك مثل ما ذكرنا هلا للاسم وغيرهم، وكمان تخصصت بمجال المسرح الغنائي. نعم. ليه قررت تتخصصي بهالاختصاص؟ طبعا بقول لك شغله، انا اساسا صار لي هلا تقريبا 5 سنين بلبنان. قبل ما رد عليك وكفي، انا بدي اقول انه كثير مبسوطه انه اليوم انه الحلقه عملته كاستنج حلو. أكيد. انه تعرف على مدام نعي، اساسا هيدا الشيء شرف ان احنا نكون سوا. شرف. فليه تخصصت بالمسرح الغنائي؟ هو انا من وانا صغيره بحب غني، بحب الموسيقى، بحب كل شيء بيرتبط بالفن وبتعبير الفني. وقت ما قررت انه اخذ هذا المجال كمجال مهني، اول شيء كان مع اهلي، اوكي جانين بدك تغني، بدك تكوني بهالمجال، ما لازم تكوني مثل الكل مجرد بهوايه، ولكن لازم هالهوايه تكون مدعومه بالدراسه. ودغري وقتها كان في اوربت بيرغوف ان نيويورك، اتس كونسرفاتوري للمسرح الغنائي، اي انرولد ودرست. شو رايك نشوفك على المسرح بمقطع من مسرحيه؟ نشوفها سوا. وحلو الشتوات بكتاب العشاء على الباب اللي حالم بيدعس تعتا ونيال الدرفات اللي عندها مفاتيح، نيال الدرفات اللي عندها مفاتيح. ريح اللي عم بتشن بعواصف لورا غيم البعد ونايم ما همه مراجي، تهز التلج العايم عالسطر البسيح. ايامي وايامك ما بيهم حلو كتير اللي عم نشوفه. كنا انا بدي اسال ست ناي، عرفنا انك كنت حابه تتخصصي برا، ولكن شو كانت الموانع والموانع من الاهل؟ يعني هون خيروها حسينا، بس انت ليه منعوا؟ نيالة. اهلها كانوا متفاهمين. انا اول شيء انا قبل بكتير يعني اكيد بغير وقت، مع انه كان اخواتي خي روميو بالجو وكل شيء، بس الماما كان عندها هيجس انه ولادها لازم يضلوا حدها. وبابو قبل مني راحت قعدت 5 سنين بباريس، تخصصت بالهندسه الانتيريور يعني الديكور داخليه، صارت تقول بكفيني وحده راحت قعدت 5 سنين برا. الخوف من انا صار في عندي مجال انه قادر اروح اتخصص بميونخ بالاوبرا تبع ميونخ بالمانيا، ما رادت. طلعت كبش المحرقة هونيك صار اللي صار. جانين لنرجع للمسرحية، خبرينا عن دورك كماري هاسكل، كيف كان وكم أغنية غنيت بالمسرحية؟ قبل ما أشرح دوري بدي أشرح شوي تعبير المسرحي لجبران لوحة عمر. يعني وقتنا ضيق شوي بس حابين نركز على المسرحية. عسلية رح أقلك إياها، أنا بحس أنه في شغلة مميزة بهالمسرحية لأنه في تعبير خاص وجديد للمسرح اللبناني أو للمسرح العربي ككونه.
جبران لوحة عمر هو تركيز عن جبران الرسام. نعم. وهو على المسرح تعبير لكل لوحة من لوحات جبران، كانت المقيد أو العائلة، بأسلوب راقص باليه. It's a ballet epic operette. تعبير عن هاللوحات اللي هو أصعب يعتبر، اللي هو ما في شيء اسمه أصعب من الثاني. هو بس تعبير جديد، يمكن أنه يكون في باليه باللغة العربية، يعني أغلب الباليه بيكون باللغة الأجنبية. And it's an operette كمان بنفس الوقت، كل مشهد عم بيعبر بيعبر، وهن 17 مشهد بيعبر عن لوحه من لوحات جبران. نعم. فبتشوفي اكيد جبران، ما فيك تقولي جبران بدون ما تقولي ماري هاسكل اللي أكيد. هي كانت الالهام لجبران، منفذه بطريقه كثير مميزه مع فريق كثير مميز، فرانسوا رحمي كيوغراف، جوم كارزي للمخرج، رودي رحمي اللي لبنى النص، رودي رحمي النص روعه. في كمان بيشاركني بالبطوله وسام سعاده، واللي هو بيلعب دور جبران، اللي بيلعب نعم جبران، وبدور السابق اللي عم بيربط كل المسرحيه وهو كمان دور جبران، جهاد الاستاذ جهاد الاطرش. جنين، رح نرجع نشوف مقطع من المسرحيه، نشوفه سوا. يعني بالفعل حلو كتير. هلا المسرحية عم تلعب بلبنان، المسرحية بتبلش 29 اخر الشهر اذا الله راد، كازينو ان شاء الله، كازينو لبنان. وعرفنا انه رح تروحوا لبرا. مزبوط، نحن منكفي كازينو لبنان للشهر الجاي، كمان شهرين تقريبا كازينو لبنان. ليه بس شهرين جنين؟ يعني الجمهور اللبناني يمكن ان شاء الله نرجع بس هو اساسا رح يكون في عندنا كمان دار الاوبرا بالقاهره، في دار الاوبرا بالاسكندريه، في الامارات بابو ظبي، اوريدي عم بنحكى هلا كمان لمسقط، عم بنحكى يعني الاجنده مليان. اذا في اساسا جبران هو عنوان عالمي كثير كبير، فحرام ما يكون العالم كله عم يحضر. بس هو الشيء الانتريسون بهالقصه انه يمكن اول مره حدا بيجرب يعبر عن لوحات جبران ما هيدا هي هيدا اللي قلت انه في تعبير مميز للمسرح. نعم. على طول بيكون مثلا فكره عن قصه حدا او شيء هيك، ولكن هون كيوغراف بتقدر تعرف انه احلى كيوغرافي هي اللي بتتصمم على لوحه. جون كارزل كمان جرب انه يركز على هذا الموضوع اكثر شيء، لانه بعد ما حدا طرحه 100% اكيد انحكى عن جبران كثير، ان كان بلبنان ان كان بالعالم. هلا انا بحب ادعيكم كلكم ان شاء الله بتكونوا مع اولاد بهيدا، اكيد هلا بنحب جنينة كمان. مش بس بجبران، هلا عندك مشروع سينمائي. مظبوط. امتين رح تنفذي؟ هلا بعدنا بصدى الانتاج، وهو فيلم اجنبي لبناني. نعم. ما في اصلا يكون لبناني، لازم يكون في انتاج اجنبي بالدعم. للاسف لا ما بتعرفي، لانه في اشياء كمان، في مشاريع كليه لبنانيه، ولكن هيدا الفيلم هو مشروع انتاج مشترك. نعم. الفيلم انكتب اساسا باللغه الفرنسيه، ولكن عم بياخذ وقت هلا، لانه في عم بيطلبوا ذا برودكشن انه يكون باللهجه الانجليزيه. نعم. فعم بيصير اعاده كتيبه للنص بالعربي وترجموه للاجنبي، وترجموه، وان شاء الله بس كل هالامور تخلص ان شاء الله. كمان المسرحيه هيك تاخذ صدى كبير. جبران لوحه عمر مثل ما ذكرتي اللي عم تنعلب، رح تنلعب قريبا بكازينو لبنان. اهلا وسهلا فيك. نايل حود مرعب، اهلا وسهلا فيك بحلو مره، وان شاء الله هيك كمان الرقص ان كان بالفولكلور والمغرب الفولكلور هيك يرجع هذا العز اللي كنتوا عايشين فيه، يرجع ويطبق مرة جديدة بلبنان.